حالة الإبداع وحالة الإقدام وفكرة الجيش المصري العظيم، أنت بتتكلم على الجانب التاني، كان في شعب عظيم وكان في مجتمع عظيم، وحصلت حالة مصرية مصرية من كل الأطراف دي في لحظة الخطر على البلد ومساندة البلد. الوضع كان عامل إزاي في الشارع المصري؟ لا، ما فيش جيش هيقدر يدخل حرب وينتصر ما لم تكن خلفه جبهة داخلية قوية. دي يعني ما قول فاصل، يعني مش هنهزر في ده، لأنه هي ميزانية الجيش بتيجي منين؟ من هؤلاء المواطنين. اي اتنين، لما بيجي والله ان في حال ان هندخل على حالة حرب، يبقى في كهرباء هتتقطع وفي نور وفي المواد التموينية في الطوابير وكل ده. أيه. ان الشعب كان متحمل ده ومتقبله. مش بس كده، ده بيستحس القيادة على سرعة الدخول في الحرب. ايوه، يعني كلمة هنحارب هنحارب. ايوه، انه خلينا يعني من الحاجات العظيمة لما استشهد الفريق عبد المنعم رياض سنة 69. ايوه 69، سنة في مارس 69. اه، بعض القيادات في الدولة وقتها قالوا ان احنا ما نعلنش الخبر. يعني قالوا الرئيس عبد الناصر ما نعلنش الخبر، لانه لو اعلن على المصريين ان رئيس اركان الجيش الاسرائيليين قتلوه هتهبط بالروح المعنويه للجيش وللشعب و و و و للاخر. كان وزير الاعلام وقتها، كان اسمه وزير الارشاد القومي، أيه، السيد محمد فايق، ربنا يديله الصحه وطول عمره. هو كان كوزير اعلام بتتبعه وكاله انباء الشرق الاوسط. أيه. فدى الخبر لرئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط الاستاذنا الاستاذ محمد عبد الجواد، وهو ما زال على قيد الحياه، ربنا يديله الصحه وطول عمره يا رب. فالوكاله اذاعت الخبر. آه. والاهرام خدوا من الوكاله. فحصل دوشه وضجيج. الاستاذ فايق بيقول في مذكراته انه كلم الرئيس عبد الناصر، لان كان الرئيس عاتب هيكل بحد على انه نشر الخبر، فقال له يا فندم ما احنا لو ما زعناش اسرائيل اللي هتذيعه. لو اسرائيل اذاعته هيبقى انتصار ليهم، لكن احنا لو اذعناه هيبقى بطوله لينا. تمام. فلما نزل الرئيس عبد الناصر يتقدم الجنازه. شوفي هتافات المصريين ايه؟ ايه كانت؟ هنحارب يا ريس، اطار يا ريس. الله، ده الشعب. الله عليك يا شعب. كده. وهو وفي مشاهد من الجنازه اللي يشوفها، أيه، الحرس بتاع الرئيس ما بقاش قادر يسيطر من الزحام. نعم. خلاص بقى الناس وجها لوجه. اطار اطار وهنحارب. لانه لولا ده ما كانش قرار الحرب اتخذ. ايوه طبعا، الدعم الشعبي هو في غايه الاهميه. ما في دول كثيره يمكن ان تحتل اجزاء منها وبتعدي. ايوه، ولا حد بيتكلم. ايوه، ولا اي حاجه. يعني مثلا لما الرئيس بوتين خد سنة 14 القرم، ايوه، حصل حاجة؟ لا، ما حصلتش حاجة. لما هو بدأ الهجوم على اوكرانيا من سنتين، انما لو ما كانش عمل هجوم على اوكرانيا خلاص كله تقبل وفاتت والموضوع وخلاص. ولا كانت اوكرانيا هتفتح وخلاص الموضوع كان انتهى على كده. تجدد الموضوع لما هو شن الحرب على ده. ففي، انا مش عايز اقول اماكن كتيرة في العالم بهذا الشكل. لكن انت لما احتل السينما كان ممكن اقول لك يا عم ده شويه رمل في الصحراء بلاش وجع دماغ سيبه. وكانت تمر واعمل اتفاقيه سلام باي شكل من الاشكال. لكن هنا الشعب ومطالب الشعب. لكن هنا الشعب قال لك لا. وحاله الدوبان بقى اللي حصلت ما بين كل فئات الشعب المصري، كل واحد بقدراته وبادواته، وما بين الجيش المصري العظيم. لان هو اصل ده جيش الشعب والوطن. ما هو ده اختلاف الجيش المصري. ايوه، لان هو الصخرة. هو لا، نظريه اللي عملها من ايام الوالي محمد سعيد، التجنيد الاجباري لكل ابناء المصريين. ايوه، هو ده، لان دول مش جايين من طبقه معينه ولا من فئه معينه ولا من عنصر معين. ولاد الارض دي. ايوه، يعني مثلا انا في روايه كنت بقراها قريب لكاتبة عراقية مقيمة في باريس اسمها الحفيدة الأمريكية. أي. عن مواطنة أمريكية من أصل عراقي جندت في الجيش الأمريكي، تعاقدت في الجيش الأمريكي وراحت عشان تحارب في العراق. أي. فهي بتوصف وضع
المقاتلين في الجيش الامريكي ان معظمهم من الامريكيين اللي من اصول سوداء واللي من اصول كذا واللي من اصول عربيه عشان مش عارفين يعيشوا هناك، بينما ابناء البلد البيض اللي كذا كذا بيتجنبوا انهم يعني فالنتيجه في النهايه بتحصل مشاكل. لكن انت عندك جيش جاي من تراب ومن طين هذا البلد. معلش كده من ضمن